شيخون ورئيس خان شيخون جينا اليوم لحتى نقول للمجتمع الدولي العالم انه نحن مدنيين خان شيخون، نحن ما طالبنا بالاسد ولا بميليشيا الاسد ان يطأوا خان شيخون ويحررونا من الارهاب، نحن لسنا ارهابيين، نحن راجعون وعايدون باذن الله، لا نقبل بالاسد ولا بحكم الاسد. اليوم يتظاهر أهالي مدينة خان شيخون والإضافة إلى مدن ريف إدلب الجنوب وريف حماة الشمالي بالتأكيد على حقيقتهم بالعودة إلى مدنهم التي عام نظام الأسد ومن خلفهم روسيا وإيران بتهجيرهم منها خلال الحملة الأخيرة التي عام بها على هذه المدن، حيث عام بتدمير هذه المدن وتهجير أهلها رغما عنهم. واليوم يقوم النظام بمسلسلات كاذبة عبر شبيحته لإيهام الرأي العام العالمي بأنه سيقوم بإرجاع الحياة لهذه المدينة، إلا أن الحقيقة أن معظم سكانها بل أكثر من 95% من السكان موجودين ضمن مناطق الشمال السوري بسبب تهجير النظام وروسيا وإيران لهم.